تقبلت زوجها وأخرجت لسانها للجميع. أصالة النصري مع فائق الحسن بظهور رومانسي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. لو عايزين تعرفوا كل أخبارنا الجديدة اشتركوا في قناة أخبار الفنانين مع نادين، ولو عجبكم خبرنا اوعى تنسوا الكومنت واللايك. نشرت الفنانة أصالة النصري صورة برفقة زوجها فائق الحسن على حسابها الشخصي على ستوري على حسابها على انستجرام. وفي مقطع الفيديو ظهرت الفنانة أصالة النصري في المقعد الخلفي من السيارة مع زوجها، وظهرت وهي تلقي برأسها عليه، وهي تلتقط السيلفي قامت بتقبيله ثم أخرجت لسانها. وحركة الفنانة أصالة النصري لم تكن المرة الأولى في خروج لسانها لأمام الجميع، فمن المقصود دائما أن تضايقه بهذه الحركة. كما نشرت أيضا على حسابها مقطع فيديو من كليبها الجديد الحب الأبدي واللي بيجمعها دويتو مع الفنان ماجد المهندس ومن كليبات زوجها فائق الحسن.